هل تتوقعون معالي الوزير أن يحدث اندماج إذن بين القوات الموجودة على الأرض، بين قوات صالح والقوات الشرعية لمحاربة الحوثيين وطردهم، والقضاء أيضا على التدخل الإيراني بالتأكيد مع مثل هذا التحالف المظهر العربي طبعا؟ يعني شاهدناه البارحة في إب تكاد تكون كانت فلتت من يد القوى الانقلابية من يد الحوثيين، نريد أن نراه في تعز، رأينا مظاهر منه في البيضاء. يعني اليوم طبعا هم كانوا قلقين جدا من أن هذا المشهد يتكرر في مدينة الحديدة، لأن الحديدة هي الميناء وهي الدقاق التي تبيض لهم ذهبا بالنسبة للانقلابيين وبالنسبة لإيران. هم هذا المدخل اللي يهربوا منه الأسلحة والصواريخ المختلفة، هذا المدخل الذي من خلاله يجمعون الأموال، سواء كان أموال الضرائب وأموال الجمارك، وأيضا المدخل الذي تأتي إليه المعونات الدولية والتي يصادروها ويبيعوها لصالح مجهودهم الحربي. بالتأكيد مطلوب أنه في هذه المناطق نحن رحبنا كحكومة بهذه الانتفاضة وباركناها، وبالتالي نحن على استعداد كامل لدعمهم وبالتنسيق مع التحالف أيضا لمساندتهم لكي تأخذ هذه الانتفاضة بعدها المطلوب، وبما يسهل من حشر الانقلابيين وعملاء إيران في زوة لكي يدركوا بأن مصيرهم هو الهزيمة ويعودوا إلى طاولة الحوار لكي يقبلوا بما توافقنا عليه جميعا.